للمزيد من التوضيح حول جهود الدولة واهتمامها بمحطات معالجة المياه، معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. إيه المقصود بعملية معالجة محطات المياه أو معالجة المياه؟ هل هناك مراحل مختلفة لعملية المعالجة يا دكتور؟ بالضبط، هي معالجة المياه هي لها ثلاث مراحل أساسية. المعالجة الأولية ودي بيسموها المعالجة الفيزيائية للمية، ودي فيها بيتم فصل كل المواد الطافية على المية. طبعا احنا المية دي قد تكون مية صرف زراعي أو صرف صناعي أو صرف صحي. بتشال الأول بالمعالجة الفيزيائية كل المواد الطافية من أخشاب، من بلاستيك، من أوراق، من كل الحاجات الطافية، ودي بطرق ميكانيكية معينة. بالنسبة للمرحلة الثانية هي المعالجة البيولوجية، ودي بيتم فيها توفير مناخ مناسب لنمو البكتيريا الدقيقة، بتحول هذه المواد العضوية اللي موجودة إلى مواد غير عضوية، وبالتالي هذه المواد غير العضوية بتصف في القاع ويبتدي المية النظيفة تبقى ظاهرة أو موجودة على السطح المية وترصف كل المواد الأخرى التي قامت البكتيريا بتحويلها إلى مواد غير عضوية. والمعالجة الثالثة بيسموها الثلاثية أو المعالجة الثلاثية، ودي بيتعقم فيها المية بالطرق الكيميائية بحيث ان هي يزيد من نقاوتها وتبقى مية صالحة تماما للاستخدام، وخاصة ان احنا دلوقتي بنستخدم هذه المياه في الري الزراعي وفي الأشجار الخشبية كمرحلة أولى، إلى أن يتم مراحل أخرى فيها يتم استخدامها كمياه متقدمة للأغراض الأدمية يعني. طيب دكتور، خليني أتكلم بشكل عام على صعيد مصر الحقيقة، والحقيقة أنه في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بصعيد مصر هذه الفترة وخلال طبعا الفترات الماضية. نصيب صعيد مصر من مثل هذه المشروعات يا دكتور؟ الحقيقة خليني أوضح لحضرتك أن فخامة الرئيس افتتح أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وهي في معالجة في بحر البقر، ودي على مستوى العالم من أفضل المحطات بطاقة، أكثر من 5.6 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة بتصل إلى حوالي 20 مليار جنيه، ودي مفخرة لمصر أن يكون عندها هذه المحطة على مستوى العالم. بالنسبة لاهتمام مصر واهتمام فخامة الرئيس بشكل خاص بالصعيد، يمكن هدي مثال بسيط في محافظة سوهاج على سبيل المثال. من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ أكثر من 1168 مشروع بتكلفة 32 مليار جنيه في 181 قرية، منها 8 محطات للمعالجة المياه. ويمكن كمان في أسيوط أكثر من 144 محطة، ومنها لرفع المياه وتنقيتها، وتسع محطات كمحطات للمعالجة عشان نزود. إحنا مصر حصتها من النيل 55.5 مليار متر مكعب، وهذه مع زيادة سكانية ما بتكفيش حاجة السكان، وبالتالي لابد أن احنا ندور على مصادر جديدة للمياه بشكل عام. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على كل ما تفضلت به من تفاصيل، الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، شكرا جزيلا لحضرتك.